الديمقراطية التسجيل حزب الديمقراطية الشخصية الوطنية أولنا قدم الوريدية فكرة إعلان الدستور التونسي والدستور الجمهورية الثانية الدستور اللي معلق العمل به رئيس الجمهورية وعملنا اليوم كونستات تقييم إلى خطورة المأزق اللي وصلت البلاد ست شهور بعد التدابير الاستثنائية. يبدو أن رئيس الجمهورية وهذا أكيد لا يستمع إلى أصوات المعارضة بل يعمل على تحقيرها وترذيلها. اليوم فما ثلاثة مؤشرات خطيرة، اليوم تصريح الأمين العام للمتحدة اللي عبر عن القلق نتاعو من إزالة الأوضاع في تونس، تقرير البنك الدولي اللي يقول أنه الأزمة الاقتصادية في تونس خطيرة جدا، وتقرير المنتدى العالمي الاقتصادي العالمي دافوس اللي يقول الدولة التونسية مهددة بالانهيار. احنا أكثر قلق من الأطراف الدولية ونعتبر أنه حان الوقت اليوم للانتقال من موقع المطالبة بالحوار الوطني وبضرورة الخروج من الأزمة إلى تحمل مسؤوليتنا كأطراف سياسية لتهيئة المناخ لحوار وطني يضع حد لهذه الأزمة. الخطوة الأولى اللي احنا قررنا نقوم بها، احنا صرنا مقترحات بداية من الأسبوع القادم سنتوجه إلى الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الوطنية ومقدمتها الاتحاد والمجتمع المدني لإطلاعهم على مقترحاتنا وخرط الطريقة اللي نقدموها. بعد ذلك نستمع ونقبل تعديل المبادرة بتاعنا ونتفق على تاريخ لدعوة لعقد مؤتمر وطني جامع لا يستثني أحد. اليوم لابد أن تلتقي كل الأطراف الوطنية حول مائدة حوار لوضع حد لهذه الأزمة. المشكلة والواضح أن رئيس الجمهورية يضع نفسه خارج هذا السياق، وبالتالي احنا قررنا أيضا واستخلصنا أنه لا يمكن أن نبقى في موقع الانتظار والمتفرج على البلاد وهي تنهار، أو نسلم مستقبل بلادنا إلى إرادة شخص لا يؤمن بالحوار. رئيس الجمهورية كنا نتمنى أن يكون طرفا في الخروج من الأزمة، لكنه اليوم مصر على أن يذهب قدما في مشروعه الخاص وفي الاستشارة اللي يحب يضفي بها الشرعية على خيارات جاهزة نتاعو. نحن نسعى إلى أن تكون منطلق الحوار الوطني قبل موعد 20 مارس اللي يحدد رئيس الجمهورية لصياغة المقترحات حول هذه الاستشارة الوهمية الإلكترونية. حب القوى الحية في البلاد تلتقي قبل هذا التاريخ وتصور تصوراتها ومقترحاتها، تحدد أهدافها، ولكن أيضا تحدد الآليات العملية لفرض التوجه للخروج من هذه الأزمة. محكمة المحاسبات دورها أن تراقب التصرف في المال العام. نحن نلاحظ مع المستقبلين اليوم أن مؤسسة في مؤسسة البرلمان فيها العشرات أو المئات من الموظفين اللي هم اليوم يتقاضوا في أجور المؤسسة هذه مغلقة، ما هيئة مكافحة الفساد مغلقة والموظفين نتاعها والمقرات نتاعها اليوم ينفق عليها من المال العام. نعتبر هدايا حوكمة غير رشيدة. لابد اليوم من مؤسسة الدولة، المؤسسات الرقابية التي تقوم بالمحاسبة، نطلب منها أن تتولى هذا الأمر وتدقق فيه وتعطي للتوانسة كريمة الفصل. ترى اليوم فما حوكمة رشيدة في هذا الباب وألا لا. نحن نرفض سياسة الإلغاء، سياسة الغلق.